بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة 8 رمضان الموافق 9 إبريل 2022 عيد ميلادي. النهاردة أنا قفلت 45 يعني، وربنا ييسر كده الأمور وتبقى اللي جاية. شوف أنا يديك 13 ونص وخمس وثلاث دقايق. الله المستعان. يعني اسمحوا لي أن أنا أحتفل معاكم النهاردة كده في كلمتين صغيرين أقولهم. فإن يمكن سن 45 ده الواحد لما يعني وصل له حاسس كده إيه بأن هو مرحلة جديدة بتبدأ في حياة الإنسان، يعني رقم مميز شوية. ويمكن الحسابات بتختلف مع الإنسان، خصوصا لما يكون عنده أسرة وأولاد ويفكر في المستقبل بتاعهم ويشوف هو يقدر يعمل إيه، فيلاقي إن الحسابات السليمة بتقوله إنه لازم يثبت على قول الحق مهما كان وفي أي وقت وفي أي زمان، عشان الحق هو ضمانة المستقبل. سواء أنت عشت أو مت، هتسيب لعيالك أثر هذا الحق وأثر الدفاع عنه وأثر الثبات عليه. مش مهم أنت هتكمل معاهم ولا مش هتكمل، المهم اللي هيكمل هو أثرك وأثر ما فعلت وأثر ما وقفت لأجله. والحق اسم من أسماء الله الحسنى، والحق حق أن يتبع، وإذا دافعت عن الحق فثق أن الحق سيدافع عنك. هكذا فهمت في 45 عام الذين مضوا، وهكذا سأستمر فيما هو قابل من أيام الله أعلم هتكون قد إيه. يعني مش عايز أطول في المقدمة دي، وعايز ارحب بدكتور محمد على طول عشان عندنا كلام كتير عن الحقيقة الطويلة النهاردة بقى، ولعنة الفراعنة أو ما يقال أنه لعنة الفراعنة واللغط الداير حول الرموز الفرعونية القديمة والعلوم المصرية القديمة والحكمة المصرية القديمة المتوارثة من عهد آدم عليه السلام إلى الآن وإلى أن يأتي حضرة سيدنا الإمام عليه السلام الله بإذن الله تعالى. نرحب دكتور محمد، نقول له السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ألف مبارك ال 45 عام. الله يبارك حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. نعم. قال رب أوزاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. نعم. وأن أعمل صالحا ترضاه. نعم. ففي فرق 5 سنين معاك متأخرة عشان تدرك المسألة اللي انت بتقولها. لا والله انا ارتوى عندها 40 سنة. انا بحب الدعاء. نعم. وان بتقول انا هعيش مش عارف قد ان شاء الله 450 450 يبقى 495. لا 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 قويك بقى. لا لا لا. تحضر النفخة ويأجوج ومأجوج. شكرا. مش عايز. وتبقى تحكي بقى للناس بقى اسكتوا مش شوف اهو بطلعوا. لا انا بس يكفيني اشوف سيدنا الامام واتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد ويا حبيب الله يا نبي الله، قدر مقامك ومقدار قدرك وقدر لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك على آلك يا سيدي يا محمد يا حبيب الله، صلاة نستشفع بحضراتكم أجمعين إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن بلادنا كلها، وأن يؤيد الحق بآيات من آيات ربنا العلى. اللهم آمين. لعنة الفراعنة، هل هي رموز وشفرات؟ هل هي تعويذ؟ هل هي طلاسم؟ أصلها يعني من وحي السماء أم أصلها من علوم شيطانية؟ والله الأسئلة متراكبة. يعني هو تعرف دي جدلية كبيرة. هي لعنة الفراعنة هي عبارة عن مجموعة تعاويذ لحراسة شيء ما أو لدفع عدو ما. القصة ما بدأتش مع توت عنخ آمون، ونقدر نستلهمها إن هي أثر من أثار علوم سيدنا إدريس عليه السلام في أسماء الله وفي آيات السماء. بمعنى
إن أسماء الله سبحانه وتعالى كما لها وجه للجمال لها وجه للجلال. يعني بالضبط زي ما بتقول أنت في حالة غضب وفي أعداء كثيرين فيجي شيخ لك ويقول لك اقرأ عليهم مادية ياسين، اقرأ سورة ياسين تساوي المعنى ده. طب ياسين كلها خير وكلها معاني وشروح ومعتقدات وإيمانيات، لكن فيها وجه روحاني. الوجه ده بيستخدم لجلب خير، بنسأل الله سبحانه وتعالى بها الصحة والأرزاق، ونسأل الله بها دفع المضار، ويمكن أن أسلط قوتها بإيماني بالله سبحانه وتعالى وبحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياسين لما قرأت له. يبقى نعم. بأي نية اقرؤوها على موتاكم، علشان إخواننا برضو المخهم يعني ضيق جدا. لا 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 اسمه وردش قراءة على الميت، هو لما سيدنا بيقول اقرؤوها على موتاكم يعني معناها مات فعلا. نعم. مش على محتضرين، بينما في نصوص انها تقرأ على المحتضر بتخفف من السكرات وتفكيك الثلاثة اشياء المتراكبة مع بعض. ولكن النص تقرأوها على موتاكم يعني هو مات فعلا. هل ممكن اقف امام قبر والدي واقرأ سورة ياسين؟ الكلام سليم. اقرأها من اي مكان واهدي المتوفين لي؟ يجوز. ديننا واسع وجميل وعظيم، وحسبنا الله في من يحاول التضييق يعني، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. الحديث ده في المعاني اللي زي دي، مش في أشياء أخرى نبرر بيها المجرمين وكلام من ده. نعم. طيب نفس المعنى ده حاول ترجع بقى القهقرة، نرجع فلاش باك، إن مثلا الأسماء الإدريسية اللي سيدنا إدريس علمها الأبناء وعلمها للشعب المصري ونتعبد لله سبحانه وتعالى بها، هي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكان بيعلمهم. نعم. كل نبي كان بيعلم أسماء الله سبحانه وتعالى. والحديث يمكن قلناه كثيرا، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب من كتبك. نعم. طيب الكتب 104 كتاب صحيح سياق الحديث. نعم. يبقى بنأصل الأشياء علميا عشان الناس تبقى فاهمة ان في منهجية في العلم. طيب. بنقدر هنا بقى بمناسبة ان الكتب 104 كتاب وبمناسبة ان سيدنا رسول الله قال ان سيدنا إدريس عليه السلام الله هو اول من خط بالقلم، كتب شيس وآدم كانت مين كتبها؟ هم ازاي كتبوها؟ كتبوها بخط يناسب زمانهم، انما سيدنا إدريس اول من خط يعني ده تفسيري بالقلم العام، لان هل سيدنا ادم كان بيكتب ولا ما بيكتبش؟ كان بيكتب. لازم كان بيكتب. ولا الكتب نزلت مكتوبه زي الالواح كده؟ في كتب ممكن تكون نزلت مكتوبه لسيدنا ادريس عليه السلام. لا سيدنا ادم وسيدنا شيس. سيدنا ادم وشيس؟ لا ده سيدنا ادم نزل وهو عمال يعني اصل فتلقى يعني ادم من ربه كلمات برضو دي فتاب عليه. فتاب عليه. تلقاها ازاي؟ يعني تلقاها مكتوبه ولا لا يعني وحي؟ وحي. نعم تلقاها وحي. نعم حضرتك. فلا شك طبعا ان هم كانوا بيكتبوا، لكن سيدنا ادريس حتى في دراستنا لقينا ان قلمه اصبح القلم العام، يعني منه تفرعت كل الخطوط والكتابات. نعم. ولذلك المصرية القديمة لما كنا بندرسها حضرتك برضو من المضحكات لغاية دلوقتي أسمع ناس عاملة نفسها فلاسفة، تيجي تقول لك المصري كان بيتكلم إيه؟ كان بيتكلم هيروغليفي، وبالذات بقى بتوع الكنوز ومش عارف السوزج والضحك على الناس والمكر والخداع دول. فالمصري كان بيتكلم المصرية القديمة، ما فيش حاجة اسمها اللغة الهيروغليفية عشان يتكلم هيروغليفي. نعم. إنما الخط الهيروغليفي دي حاجة تانية. بالقصة. خط الديموتي حضرتك. نعم. الخط الهيراتي، الخط القبطي، الخط اليوناني بعد كده، يعني قسمة الخطوط. تمام. كل دول لهم تأصيل من المصرية القديمة لأنها استوحت الطبيعة. يعني البومة حرف الميم مثلا حضرتك بنعملها، لو أنا عملت لك رأس البومة وجسمها كده هو لو أخذت الأذنين هتطلع حرف إم في الإنجليش. تمام. النهر علامته هتلاقيها إن. نعم. نشيل الباقي ونكتفي بجزء طالع ونازل هيطلع الإن في الإنجليش. هو سارق. في عندنا طبيعة. طالب علم اسمه مينا ما شاء الله عليه
عرف يؤصل الأبجدية الصينية إلى الأصل المصري القديم. نعم. وعمل رسالة ماجستير خطيرة فيها وأشرف عليها أستاذي الدكتور عبد الحليم نور الدين. ما شاء الله. فإذن التأصيل حضرتك لمعنى اللعنة هي في حقيقتها تعوذ بالله سبحانه وتعالى. نعم. أو بقوة أسماء الله سبحانه وتعالى، ملائكة أسماء الله تعالى، من أو ما يتعلق من خلق مجهول أو غير معلوم حتى من الجان بالأسماء هذه. لما كنا بنتناقش مع كابتن سيد في الأمر ده قال إن الأمر يرجع لعلوم الحكمة، يعني موروث علوم الحكمة. ما هي علوم الحكمة، هي علوم سيدنا إدريس الأساسي. ليه علوم الحروف والأسماء؟ انا عايز افصل بقى للناس ما بين علوم الحكمه وعلوم النبوه. يعني ايه يعني مثلا في انبياء كانوا حكماء وفي انبياء ما كانوش حكماء. الكتابه والحكمه والنبوه، الحكم اللي هو مش الحكم يعني الملك، لا مش الحكم مش السلطان. يعني الحكمه نعم. لا ما هي منها السلطان، سياسه الامور. تمام. الحكمه، كلمه الحكمه هي تدابير كل شيء بما يناسبه، يعني علم السياسة، علم الاقتصاد، علم الاجتماع، ده المعنى الحكمة في القرآن العظيم. نعم. بيؤتاها الأنبياء طبعا. إذن هو الحكمة هنا في استخدام أسماء الله. زيتنا يقولولنا إيه، في أسماء لله سبحانه وتعالى أسماء بتبقى لها تميز الفاعلية من البر والفاجر، عشان كده تلاقي الدجال كان بيحاول يدور برضه من ضمن المبررات برام فجور. نعم. وعلمه ان هو قميء وقذر ونجس، لكن بيحاول يشوف ايه الاسم اللي ممكن يبقى له تميز ان هو يستخدمه حتى في الشر. نعم. هو مش بيستخدمه ايمانا، هو بيعير. لا لا لا، للأذى. فكان بعض اساتذتنا يقولوا لنا في اسماء لله سبحانه وتعالى اذا انت حضرتك وجهتها على مسجد وبنية توقعه. نعم. هيقع. صحيح. نعم. إذا عملتها على كنيسة هتقع، إذا عملتها على معبد هيقع، إذا عملتها على بني آدم هيقع، وهكذا. نعم. حضرتك. وكان في أساتذة ينهوا مثلا عن الذكر باسم المميت أو الضار. وفي أسامي حضرتك يعني زي الاسم اللي علمناه للناس، يا الله يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه، يا الله يا حميد الفعال المفتاح مع المغلاق. ده حضرتك لو إنسان يقوله ألف مرة يومي، ألف ألف مئة وحداشر، ممكن ده وممكن ده. تمام. الأقوى ألف مئة وحداشر. نعم. إذا قالها حضرتك على من سحر له يعني موضوع خلص. موضوع خلص. يا حيموت يا حيرتد إليه ديته القذر النجس زيه، اللي هي مش عايز أتكلم على. نعم. أشكال ظهرت. بس الأمر يعني بيحتاج ثبات وصبر يعني. بيحتاج طبعا صبر ويقين في الله. نعم. لو هو يقينه وساعده مع الإيمان هيبقى ساعد، لأن هو الدعاء عامل زي رمية السهم. نعم. إذا أنت شادد عضلاتك وأعصابك ومسدد صح ويقينك في الله وثقتك في نفسك، ثق ان الامر، لانه ظالم. نعم. لانه ظالم. يعني احد شيوخي زمان بيقول لي والله واحد كان ظلم بعض احدهم يعني، فقال للراجل عصب رأسه وثلاثة ايام الى الفجر فوق بيته يقرأ سورة ياسين باعداد. نعم. ويتصور هذا الظالم بيقول ما فاتش سبع ايام وسمعوا أهله بيصوتوا عليه على الظالم. نعم. ده والله على ما أقوله شيء. طبعا شوف، في أحيان يتقال من الحكيم اللي بيعلمك أصبر، يعني ما فيش داعي تضربه، يعني خليه انتقام اللي هيبقى أقوى من انتقامك. هو فعلا بس أنت بتبقى متألم، يعني بتبقى متألم والعزة بقى يعني بتاعتك انك انت ظلمت وممكن يبقى من حد يعني سفلة من الاسفلين حضرتك. لكن احيان يعني، وانا بميل لده يعني. نعم. من النوع اللي اميل لده بعد تجربة ما
فعلا يعني ذكر الله لا يستأصل يستأصل اي عدو يعني. نعم. عشان كده كان المسلمين الاول اقوياء لان ذكر الله كان فعال. نعم. حضرتك فما نعجبش لما يتقال ان في كرامه لاصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله لما سئل متى النصر يا رسول الله فقال حين ينتهي الوعاء، فقالوا ما الوعاء؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ما الذي كان يسوح سيدنا رسول الله من هذه الامانه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوه ما المطلوب ان المسلمين يعملوه عشان يملأوا الوعاء؟ والله هي بقى ان يلزموا الذكر هذا، لان حسبنا الله ونعم الوكيل ده شوف يعني ايه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا. نعم. بفضل من الله ونعم الأحوال حتى تبدل. بس استخدمها بقى 450 450 450 450 أو اضرب 450 في 450 وشوف الناتج والزم ده ذكر يومي 40 يوم ما تقلش يوم تفرغ قاعد وشوف اللي ظلمك هيحصل له. لا لا انا اتكلم هنا وعاء والله الأمة. والله اذا الامه التزمت هذا الذكر لو كل واحد او واحده ويعلموا اطفالهم يقولوا بس حسبنا الله ونعم الوكيل بنيه خير كم مره في جلب 450 مره. تمام. مره صباحا مره مساء على الاقل. ماشي. او خلف كل صلاه دبر كل صلاه اللي يعني اقل حاجه 450 ان اقل شيء ب 450 ليلا ونهارا. نعم. تقدر الفروض كلها يا ريت بنية جلب الخير ودفع الشر عن الأمة دون تصور، لأن التصور يقتل. بنية تحقيق الآية. بنية تحقق الآية في الظلمة. بس كده. آه والله. أيوة مش بس. الآية دي جبروتية. فا 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 فانقلبوا. أيوة. فالسرعة بس ده لو أمة يعني تلاحمت القلوب وتآزرت ان احنا بدل ما يفضلوا يئنوا ويتوجعوا لا ذكر الله بيخلص. نعم. حاجات كتير هو سيدنا النبي قالها يعني يعني بيقولها مرة لأصحابه يعني اقول لكم يعني خير أعمالكم وأزكاها وخير من أن تلقوا عدوكم وتضربوهم بالسيف ويضربوكم. ماذا يا رسول؟ قال ذكر الله. لها وجه آخر في علوم آل البيت وهذا صحيح، لكن في وجه إن الله سبحانه وتعالى له ذكره. الله ده حتى بيذكر بعض العباد. نعم. عبدي إذا ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي يذكرون يذكركم، وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منه. نعم. يبقى إذن ذكر الله هو المنظومة الأعظم. نعمل بقى إيه؟ زقة للأمام وقفزة. نعم. ونيجي لعصر الفراعنة. تمام. هي الفكرة بس أدخل عليها حاجات. في واحد بيستخدم اسلوب خير وواحد بيستخدم اسلوب شر، في واحد بيستخدم اسلوب علمي وواحد لا يقول لك انا اتعامل مع الجن والعفاريت والشياطين وكلام من ده. فبترجع لايمانك انت ايه. تمام. فاذا اللعنه هي عباره عن كمين بتعمله لعدو بتدفع شره او لعدو محتمل ان يجي يعبث بمقبرتك او كنوزك. اذا الكمين ده بيكون يا اما هندسي او كيميائي او حراسه من الجن. شرحنا قبل كده. يعني مثلا انا بنوع بس للناس. ناخد الهندسي ذكرنا. نعم. زي في سلم قلت لك زي رولمان بيل. هل الاهرامات من جوه هندسي ام نوع لا الحراسة أسماء لله، أسماء في أسماء لله عليا مش هنتيجي. حراسة ملائكة يعني ما يقال بقى إن في غرفة تتفتح بتروس ومش تروس والكلام ده. لا الهبل ما هو بص الهبل جابوا الهبل عشان تقول لهم الهبل يعني كأنهم دخلوا وعملوا وشافوا وحضروا. لا وبعد كده راحوا عشان كده يقول لك نحضر قرينك ونعمل واللعب اللي في تعرفوا القصة انت حضرتها مع الناس يعني البلاوي الفضايح كانت كتيرة جدا. فطبعا الشغل الشيطاني بيحط اي هلاوس عندهم وخباوي كهرباء وبتاع والله يعني حاجات مضحكة. نعم. فشوف سيادتك ان هل في فراعنة عشان في لعنة فراعنة عشان في ناس يقول لك لا 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 ما فيش ده كلام فارغ بتاع لا في لعنة في هي عبارة عن ضربة عبارة عن كمين عبارة عن مكيدة في منها الهندسي حضرتك. نعم. وفي منها لا واحد بيتعامل مع الجان يعني معاه حاجة بنسميها عزيمة
او اسماء بيعرف يقولها تم توارثها لحضرتك. ويقدر ان هو يستحضر بها جان. تحضير الجان في الشريعة الاسلامية حرام. تمام. انما افرض جان جالك لوحده. جان صالح. دي حتى ابن تيمية بتاعهم كان يقولك ده دي كرامة. جان جالي لوحده ازاي يعني؟ ظهر لك ليه جالي اي لقاك لطيف ووصلت 45 سنه وقال لك انا جاي اخدمك بما انك انت بقى خلاص وعقلت 100 100 وانا شبيك شبيك انا بين ايديك. هتقول له ايه؟ هتقول له والله نور. انا موافق بس بشرط. ايه؟ انا موافق بس بشرط. جنيه مش جنيه. في جنيات في تعرف زمان بتفكرني بواحد كان اسمه محمد كامل ابراهيم جمعه. نعم. كان اديب اديب بس مش مشهور عامل زي فاكر فيه ما اعرفش انت حضرت ده ولا لا. كان في اسمه عبد الرزاق عفيفي ده اللي هو سمى نفسه أديب الشباب. أديب الشباب. أديب الشباب. كان راجل غلبان وكان ساكن كان ساكن في غرفة فوق السطوح زي عمنا أحمد فؤاد نجم حبيبنا الله يرحمه. بدي حياته برضه أوضة فوق السطوح. لكن هاري غامرة ورمسيس. أيوة أحمد فؤاد نجم الله يرحمه كان حبيبنا بقى. قعداتنا كان يجي عند مدبولي. نعم. الله يرحمهم. الله مصر خسرت أركان. أركان والله العظيم. بس أديب الشباب ده عشان بيقرا له. ما لا أنا قريت له عشان أشجعه. قريت له كلام على الورق بفرة. واخد بالك وإيه تاني؟ وكان في كتاب لي عن حوار معاه تصور نفسه. إن في التلفزيون مسبيرو عملوا حوار معاه. وبقى مبسوط بنفسه ان هو يعني التلفزيون عامل حوار فكاتب الحوار المتصور ده. هو كان لطيف له حاجات لطيفة يعني وكان يجيب جردة الألوان وخط المترو يمسكه من رمسيس لغاية مصر لا والمصر الجديد. المصر لغاية مسجد الفتح بتاع مولانا الشيخ سليمان ربيع عليه رحمة الله كبير علماء كبير علماء مصر في الثمانينيات. حضرنا الحاجات دي وفيس تو فيس يعني. ف محمد كامل ابراهيم جمعه كان نفس القصه خلاصتها يعني في الاخر جات له جنيه. لو كانت تجي له عيط قطه لا مش هسكت. بس قطه شيك يعني. فدخل في قصه ان هي تتضرب علقه متينه يعني سكرين. بس عشان يعني ايه عينه كانت بصباصه. فخلي بالك لا لا ان هم غيورين اكتر من الانسيه. لا ما عارف عارف لما اتقابلت حد بقى اقول لك ايه بس طيب. فهي الـ 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 القصه سيادتك ان الأقدم من توت عنخ أمون وعلشان نوثق الأمور يبقى الكلام علمي صورتها للناس ولا لأ. نعم. دي أشرف عليها أستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين نصوص التدمير والهلاك لأعداء مصر. نعم. دي في الدولة الوسطى. نعم. يعني قبل توت عنخ أمون بتاع 700-800 سنة. تمام. النصوص دي حضرتك عارف الإنسان المصري ده غريب يعني يرث مفردات في كلماته دون أن يعي يعني سيبك من كلمة أمبو مثلا لو عايز أشرب وكلام من ده وممو إنما عارف لو تقول إيه أم زهقانة من بنتها مثلا وما صدقت يجي لها عريس تقول لها والله حكسر وراكي 100 زير واحد ومتضايق من ابنه وخلاص الجيش خده قول له حكسر وراك 30 قلة. نعم. فكان المصري أحيانا لما يبقى غضبان من حد يستخدم كتابة يعني يكتب أسماء الأول يقعد يعمل دعوة دعوة وبعدين يحطمها في بقى بعض الإكسبريشنز بالهيرو. نعم. حضرتك دي حاجة مثلا سيدج ديشرو هي اسمها كده سيدج. نعم. ديشرو السيدج دش دش الله لا دش دش حضرتك بيكون كاتب عليها يعني الله يرحمك يا دكتور عبد الحليم. بل عندي برضو من الأسرة بقى من ميري روكا ده بالأسرة خمسة الدولة القديمة يعني مش الوسطى بس إن في حاجات من عهد تيتي في الأسرة السادسة. تيتي ده اللي هو قعد حاجة و90 سنة حتى البعض تصور إن هو ده الفرعون
ودي لعبة لما بعض علماء الصهاينة يعني اللي هم شغالين حبوا يأخروا نفسهم لورا لورا يعني هو برضو أقدم. الأهرامات أقدم يعني فشلت الحيلة وردت عليها في الموسوعة بتاعتك. حضرتك الناس بتسأل عن الموسوعة وبتسأل عن الفرعون. لا بدل ما يسألوني يسألوا الناشر العظيم الأستاذ محمد توفي والبركة بقى في أولادهم. في هنا مثلا يقول لك كان يتم عمل الطقس اللي هو لتدمير العدو ويحط اسمه ويكتبه يقعد يذكر عليه بقى. يقول لك كان يتم تدمير الأواني بواسطة مدقة كما هو المشار بالمخصص في نهاية الكلمة. المخصص اللي هو حاجة بتميز المعنى عشان يقول لك أنا بقصد كذا. تمام. الدراسة خبر حضرتك اللي يتخصص فيها. نعم. يعني تحس بثراء رهيب لأنك في الدراسة بتاعت الأثار بتعيش الحياة كلها. بتعيش الحياة كلها. الفكر، الدين، الآخرة، بتعيش الهندسة اللي موجودة إيه، الكيمياء اللي موجودة إيه، خبر حضرتك كل العلوم أنت بتعيش الحياة. فكانت الدراسة ثرية وبتحس فعلا أن أنت مش عايز تخرج منها خالص. صحيح. وما زلت لذلك على طول دراساتي مستمرة فيها برغم أنف الأعداء أظن اللي خدوا صفعة. نعم. استدرجناهم وكله قدام المحاكمة إن شاء الله. في هنا بقى التفسيرات بعض العلماء يكلمك ايه طبيعة تكسير الاواني الفخارية عندنا هنا مثلا شكل معين ماسك حاجة وحيكسرها. لا دي بقى اسيرة اسيوية. حتى الرمز الايد ورا. نعم. بيقول لك يعني ان الضربة بتاعتنا في النهاية عرفنا كمان نجيبها ونقبض عليها. نعم. ضد الاسيويين في نقي اسم واحد وحين ينقي اسم حاكم. يعني هو كان في رحلة تجارية والحاكم ده ظلمه. تدي يشتغل عليه من مصر. حضرتك. نعم. وده ضد حكام اوينوك. اوينوك دي البعض يقول لك ان هي منطقة في العمق في سوريا. منطقة في العمق في سوريا. ظلم في شيء بس عارف اسم الحاكم وعارف اسم اللي ظلم ويرجع بقى ايه يشتغل عليه ويسلط. نعم. عليه. تمام. العفاريت الشفرات المصرية القديمة تشبه هذه بالضبط. هي زي المسألة دي بقى بيروح عاملها حراسة لمقبرته. يا اما باسماء هو عارفها يحضر. نعم. روحك او يروح. نعم. روحك او يروح لواحد عالم حبر. من الكهنة المصريين القدماء له في الروحانيات فيقول له انا عايز احرس مخبرتي دي وبيعطيه ثمن المسألة وكانت الامور ماشية زي ما يقولوا بالعدل. نعم. انا عايز منك قيمة كذا وانا اعمل لك المسألة دي. نعم. خبر حضرتك واحيانا يوري له تجربة يعني حال يوري له تجربة يعني يقول له المقابر دي مثلا في لصوص حاولوا يسرقوها وتعالى شوف. نعم. ممكن يلاقي واحد ميت في المكان وبعد كده تشاله وتعرف ان ده كان لص بيحاول يسرق المقابر. تمام. لان في نوع من الجان يضرب الانسان المعتدي ومعاه السلطة. ليه معاه السلطة؟ لان التاني آثم. انت جاي ليه حما مش حماك. نعم. شوف حضرتك حديث حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو من اغتصب شبرا من أرض حرام شبر شوقه من سبعة أراضين يوم القيامة أو من. نعم. سبع أراضين. طيب إيه الحراسات؟ هل منها ما هو يعني معلق على أفراد؟ محددة؟ يعني لن يفتح إلا لفلان. في فلان. في منها كده. في منها مثلا حضرة سن الإمام. في. وهل في منها بقى؟ ايوه في عالم بيبقى معاه النبوءه وعارف ان في نبي اخر الزمان اسمه محمد صلى الله عليه واله وان في اسرته وذريته هتستمر وهيجي منها اعدى الخلق الله في اخر الزمان فمن حبه فيه يقول لا انا هانذر المقبره دي لي ولا دي متوصي انه ينذرها المتوصي. متوصي ازاي؟ متوصي من ممكن وارد من الرسالة اللي ورثها. وارد. يعني اقول لسيادتك شوف الدراسة دي يعني غريبة في جمالها. في مرة بعمل سيمينار طلبه الأستاذ دكتور مصطفى عطالله. نعم. فكان مطلوب عن دير المدينة
وحاجة. الحياة على ما عملت السيمينار ده في أسبوعين وبطلع أشرح طبعا وبصور وكل شيء، شفت في الحياة بتاعت المجموعة بتاعت دير المدينة وطبقة العمال وكلام من ده، شفت كل حاجة احنا عايشينها دلوقتي. حاكم الإقليم اللي هو زي المحافظ العادل جدا، أو اللي يجي مرتشي ومجرم وأفاق وعمل له عصابة معينة. نعم. وشويه عيال نشرهم هنا وهنا، في اللي قاعد قطع الطريق على البنات قاعد لهم عند المدارس. نعم. نفس الحياه، في منهم اللي قاعدين مع بعض ويتكلموا ان فلان ده ربنا ينتقم منه ظالم ومجرم وعبارات وكله. نعم. بنقراه بالمصري مثلا، ده العصر مثلا في ظلم او عصر هنا طبعا ده طبعا ده كان خلاص بعد يعني بعد الانهيار الثاني. طيب عن الرصد المتوقف على الحيوان، ده ازاي بقى؟ شوف في انواع بقى اللي هي عايزين نتكلم عليها، اللي هي بقى الشركيات والكفريات، عشان بنذر الشعب المصري بالذات. خلي بالك دلوقتي معلوماتي يعني، ومن زمن ان تقريبا تلتين الشعب المصري بيحفر. نعم. يعني كله عماله يحفر، اللي بيحفر تحت بيته، اللي بيحفر في ارضه، اللي بيحفر في الصحراء، اللي بيحفر عند جاره. نعم. حضرتك يعني سلطه. اول شيء ان كتشريع اسلامي الارض بما فيها لمن امتلكها شرعا، يعني ورثها او اشتراها من الدوله، لو لقى كنز لا ده بتاعه. تمام. طب قانون الدوله بيتعارض مع هذا؟ نعم. اقول لك الكلام اللي انا بعته لحسن مبارك ربنا يرحمه يا رب، برغم انف الحاقدين لان اظن اتكشفت المسافات الهائله يعني، فقلت لسيادته ما ترجعوا لايام الملك. الملك كان بيعمل ايه؟ اذا انت لقيت في ارضك كنز ملكك، بس بيعملوا مزاد. نعم. تشتريها منك. يعني الدولة بتدخل طرف في المزاد، وممكن يبقى في خواجات اجانب. خبر حضرتك كان عم احمد ملايكة عليه رحمة الله، شوف برام السعودية، لكن كان يقول لنا جذوري مصرية، كان عارف حواري اسكندرية، عارف مين اليهود ومين المسيحي ومين عدس وريبولي والناس دي، فكان يحكي لي عجايب، فكان يحضره ويبقى في نوع من التنافس، وصاحب الارض هو اللي بيكسب في النهايه. تمام. هو ما بيعرفش فيها كده. نعم. طيب تيجي تقول لي دلوقتي طب الوضع، يا اقول لك انا مع الدوله في حته الشيء المفرد النادر الدوله تاخده ويعرض في متاحف، بس يؤمن انه يعرض في متاحف مش نلقى بره. خبر حضرتك. الشيء الثاني ان النسخ المكرره، ما انا هكمل، النسخ المكرره لا الدوله، ما الدوله هتشتري، انا بتكلم على هنا تشتري. النسخ المكرره من حق صاحب الارض اللي لقى فيها الحاجه ان يحتفظ ولو بنموذج. نعم. والدوله تاخد الباقي برضه شراء. لا الدوله بص حضرتك، الخطه اللي اتكلمت فيها مع الرئيس المبارك وكان استحفظني عليها الفريق التهامي، لان هو زعل من الرئيس مبارك في الاخر شويه. نعم. في اسرار ما اقدرش اتكلم فيها يعني، لكن استحفظني على اسرار حتى في الاثار المصريه، والله على ما اقوله شهيد، وفي شيء ما اقدرش اتكلم فيه لانه يمس الامن القومي المصري ويمس صاحب مصر بالصله المباشره، ولو لي اجل هقوله له لو عشته، ما عشتش انا موصي ناس، قيادات كبيره على فكره، قيادات كبيره جدا. نعم. سامي وجوه السلطه يعني ومؤثره في مصر، يعني اخص صاحب مصر. حاجات تخص صاحب مصر، لا وصيه، حاجات معينه تركع العالم، وهو نفسه قالها لي وحط ايده في ايدي، قال لي زي ما عملنا لعبه البترول، قال دي بس دي بقى ولا بترول ولا غيره، وطبعا قصها عليا. نعم. وانا افرضت بيها ناس لان مش ضامن، افرض ما عشتش. خبر حضرتك. فشوف مصر غنية جدا جدا، والله ان رب العالمين حيوري الشعب ده آيات عظمى يعرف بها قدر مصر. نعم. مش علشان ناحية مادية فقط، ده حتى النواحي الروحية، ولما تتكشف مقامات عظيمة لناس أولياء وقديسين.
وهم مستحفظون على كنوز رهيبة. طب ما هو سيد أبو الحجاج في الأقصر، طب ما عرفوش يشيلوه ليه؟ روحوا اقعدوا مع أساتذتنا في كلية الآثار هم يحكوا لكم العمال لما فكروا يشيلوه حصل إيه؟ اللي كان يتشال واللي كان يتشال مع السلامة وقاعد سيد أبو الحجاج عجبال قاعدة مع الفراعنة. نعم. مش أنتوا بتقولوا وثنيين؟ طب عجبال. إنما هيطلع إن ده مشرك وإن ده مبتدع وإن ده الهبل اللي عندهم اللي ربنا يصرعهم أكتر ما هم مصريين. نعم. وربنا عمال يفضحهم أهو. مالكمش دعوة بالناس، قمة التوحيد يا أخي. الفراعنة كانوا موحدين، مش هم اختصروا واختزلوا كل الحضارة المصرية في واحد بس. نعم. وبرغم كده ان فرعون موسى ده اهون من فراعنة كتير، ده احيان اهون من بعض الشيوخ عندهم. نعم. يعني شوف اكاد اقول اهون من بعض الشيوخ عندهم. صحيح. في شيوخ مجرمين دمروا بلاد وعباد، ده ما دمرش بلاد ولا عباد. نعم. اضل ناسه واضل قومه، وقومه هنا على فكره مش الشعب المصري حضرتك، انا مش الشعب، يعني لازم نفهم الامور الملأ اللي حواليه، الناس. نعم. اللي حواليه اللي هو المستنفع منه وجنوده مش المنافق هم والمنافق وجنوده اللي هم مش هم جيشه، وجنوده اللي هم اللي بيستقبلوا له وبيزمروا له الحرس بيسأل. الحرس الملكي. الحرس الملكي متبلطيه حضرتك. فالقصه واضحه. فانما حته ان يعني يختزل الامر كده بالطريقه دي تسفيه وسفاهه وقله وعقول قد كده بتتكلم في دين واسع السماوات والأراضين. وطبعا تحية لمولانا الشيخ الطيب على الكلام الجميل اللي هو روح وزوروا سيدنا الإمام الحسين سلام الله عليه، وبنهني مصر طبعا بافتتاح سيدنا الإمام الحسين، وبنشكر كل من قدم خير. أي حد يقدم خير وصح في هذا الشعب أو لهذا الشعب بنسقف له، بنقول له جول أيا كان من هو. إنما اللي يتسافه ويحاول يفرض على الشعب شيء الوجدان يرفضه، لا مش هنقبل هذا الظلم وهنبقى ضده. واللي يطلع وقتها يتسافه، لا هيبقى لنا رد حاسم ضده كائنا من كان. الحق أحق أن يتبع. فروحوا وقال روحوا وقبلوا الأعتاب وقبلوا حبوا سيدنا الحسين فعلا. حبوا آل البيت. نعم. هو أعظم أمان وضمان لسلامة مصر وسلامة المجتمع المصري. نعم. لأن ما رفعوا سيف على أحد ولا رفعوا سكين على حد ولا دبحوا حد، إنما اتدبحوا وقلة الأدب عليهم من زمان إلى هذه اللحظة. أيه. طيب عشان نعود بقى حضرتك للرصد الحيواني، فعمل مع شيطان والعياذ بالله. فالشيطان يقول له انا موافق احرس بس بشرط تذبح لي شيء. شوف متى ذبحت لغير الله، هذا قمة الكفر والشرك. نعم. في ناس تسألنا تقول لي احنا رايحين نذبح نذور لينا عند سيدنا الامام الحسين سلام الله عليه، بقول لهم بتقولوها ان احنا بنذبح لله سبحانه وتعالى عن حضره سيدنا الامام الحسين. نعم. عن حضره، يعني انت بتهادي سيدنا الامام الحسين. نعم. سلام الله عليه، فمقبول مش بتذبح، انما الذبح لله. نعم. امور نفس سيدنا الامام الحسين علمها كده لينا. نعم. فدي ضابطه عشان يبطلوا الضلال، يقول لك بيروحوا ويشركوا ويعملوا، لا ده انتوا المشركين، اتهمت اخوك المسلم بيها انت اللي بقت بها. صحيح. حتى اتهموا بالكفر انت اللي كفرت. طيب فيجي واحد يقول له لا اذبح لي بني ادم مثلا. نعم. وحضرتك شوف القرابين في دراستنا في الانثروبولوجي، القرابين البشريه ما لم توجد في مصر القديمه. أكذوبة يعني أهل الضلال بيجيبوها منين معرفش، لم تثبت. يقول لك لا ده اتوجدت في ناس موتى حوالين ملك وأكيد دول كانوا العبيد فدبحهم معاه عشان يدفنوا معاه. منين جبتها يعني؟ منين أنت بتألف يعني الشيطان قاعد جوه دماغك؟ إنما هو عبيده بيدفنوا جنبه أو الخدم بتاعه. ونوع من الحظوة إن هم هيبقوا معاه كمان في الآخرة. نعم. واخد بال حضرتك؟ وفي نفس الآن اهتمام بيهم، يعني برضو مهتم بيهم. تقدير. في ذبائح بشرية شفناها وقرابين في حضارات أخرى، لكن في مصر القديمة لم يوجد، زي أكذوبة عروس النيل ويجيبوا فتاوير، قمة الكذب لم يحدث. المصر القديم كان بيجيب تمثال ويرميه. نعم. اللي هي العروسة بنسموها ريبيت.
لكن اللي يدرس علميا غير الناس المخرفة اللي عملت هلوس يا جماعة. ورجاء أي حد يكلمكم في علم والله مش هتلاقوا النصيحة دي تاني، اسألوه من أنت بتشتغل إيه، ورينا بطاقتك ورينا بطاقتك. دي حاجة. في شيطان مجرم يجي يقول اتباح لي، فيبتدي يدور على حد بني آدم ويروح خطفه. ما حصلت في الأليوبية من كذا سنة، واحد ذبح أخته عشان واحد مجرم أفاق ابن حرام أوهمه أن في كنز في بيته. ودي بحذر الشعب المصري كله من الدجالين، وأغلب الدقون اللي اتكلمت في كنوز ومش عارف إيه وعلاج الجن وبتاع، زي يعني مش عايز أفتح ملفه الملعون اللي بيجي مع الواد الملعون التاني، شوية ملاعين مجرمين النوع ده انتشر كتير. نعم حضرتك، وتحت ساتر بقى الرقية وساتر كذا. شوف الفضايح والإجرام. فأنا بحذر الشعب المصري كله، وبحذر الشعب المصري كله أيضا من فيديوهات يا جماعة متداولة من 20 عام، والله على ما أقوله شهيد، وناس كتيرة تبعت لي، وناس يعني محترمة يقولوا رأيك في كذا ورأيك في كذا. أبص لي الفيديو الفرعوني، الفيديو اليهودي، الفيديو اللي مش هو كله فيك وحاجات كلها لعبة على عقول الناس، وفي النهاية ابتزاز ليهم لو عارف يطولك. نعم. قبل حاجة برضو حتة اللي حذرنا منها المرة اللي فاتت، يجي لك رسالة ده وانا بشتغل، تعالى يا بكر تعالى يا عمر، ده انا لقيت حاجة خير وان شاء الله التماثيل والذهب بتاعته من تساذج، تتصل بيه والبلاوي تحصل بعدها. نعم. حضرتك، فبحذر الشعب المصري كله من حتة الحفر. ما يا جماعة الكنوز لها أسلوب تاني، ما كانش يبقى فيه هيئة وعلماء وكلية، يعني فيه علم، فيه علم. المسائل بالمصادفة دي شيء تاني، ولو إن لها مخاطرها. طيب يجي واحد حضرتك، لا جن بقى مش شيطان. بس الشيطان ده جه يعني بعد ما دبح له حرسها ازاي بقى؟ بيقعد هو الشيطان نفسه حرسها. قاعد يحرس بقى خلاص. ما هو التاني دفع دينه. تمام. يعني دفع دينه خلاص. خير حضرتك. يبدأ الشيطان ده والعياذ بالله مع أسرته أو اللي هو القبيلة اللي بتشتغل في الحراسة يحرسوا المكان. نعم. وفعلا يضربوا الإنسان اللي بيقرب منه. خير حضرتك. تمام. يعني يضربوه. طيب في نوع جان بقى من الشيطان، واحد يجي يتعامل معاه ويعرف يسخره، يقول له أنا يعني إيه المكان أنا موافق، بس اذبح بط، اذبح وز، اذبح يعني حاجة بعيدة عن البشر. حضرتك بيروح دبح له، هو عايز دم، في نوع من الجان يحب الدم زي الشياطين. نعم. حضرتك في لأ جان يشتغل معاك بالأسماء، يعني تسخرته بأسماء الله صافية مش عايز حاجة. في جان يقول لك أنا عايز زئبق. اللي بقى قصة الزئبق الأحمر وموال الزئبق الأحمر، وأغلبها كذب في كذب في كذب. طب برضو بيجيب الحيوان بقى. إيه؟ الحيوان بيجي منين؟ يعني الحيوان اللي بيحرس، لو لقينا حيوان بيحرس مكان جه منين؟ الجن تمثل. هو الجن بياخد الشكل بتاعه. دكتور، مرة حضرتك كلمتني عن نص بيتكلم عن إن هناك ما هو محمي مثلا بثعبان أو بحية أو مشابه، وأن هذه الحية ستزول مش بقى بتعويذة ولا بحاجة، لكن بحاجات تتوجد لها، مثلا منها عشب معين، منها ورقتين جرجير، مش عارف حاجة من النوع ده. طب ده ازاي، ايه التركيبة، وهل ده مخصوص لشخص ما ولا اللي يوفر لها الحاجات دي؟ لا، هو رصد هنا ملوش دعوة بأي حد. الرصد اللي اتحط ممكن الجان نفسه، ده اللي هو لو رصد جاني. نعم. عشان رصد السموم حاجة تانية. هو نفسه يقدر ياخد صورة الأفعى. تمام. وكان مشهور جدا طبعا الكبرى المصرية. يعني على رأي أستاذنا الدكتور أحمد عيسى والدكتور علاء شاهين، يقول لك تلاقي الكبرى دايما على الصل الملكي ده. نعم. فعلى هيئة الانقضاض على التاج الملكي. قال لك المصري كان بيعتبره ده زي القنبلة النووية دلوقتي، يعني مخيف. كبرى مخيفة. نعم. مخيفة، مخيفة حقيقية. والجن يقدر ياخد الشكل ده. في رأي من بعض العلماء يقول لك لا، ممكن يكون نفس الجن طلب ذبح كوبرا هنا في المكان ده. نعم.
وبيقدر ياخد الشكل بتاعها يعني. تمام. بناء على هذا والله أعلم. هو عموما الجن يعني ما أخبرنا به حضرة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم إنه قادر يتشكل في أي صورة. تمام. بس الصورة بتحكمه. يعني لو خد صورة الكوبرا دي وانت قتلتها حقيقي مات. يعني تمام. الجن هو اللي مات. نعم. مش نفس الجسد ده. غير الملك يعني الملك ممكن يبقى في صورة حمامة في صورة يمامة اضربه ما يموتش. نعم. ما يعني لو اتصاب بالرصاص مش هيموت. تمام. يخبر حضرتك سبحان الله والملائكة أصدقاؤنا يعني. نعم. في من الجن ناس صالحة ممكن تحبك من بعيد لبعيد وتشتغل في حمايتك من بعيد لبعيد. نعم. يعني إذا وجدوك من الصالحين ولك أوراد فيهم أولياء فيهم ناس كثيرة صالحين. نعم. في ناس صالحة من أيام الفراعنة موجودين حراس لمقابر حراس حتى حوالين الأهرامات للأهرامات شوف مش هياخد خيرها وما وراءها واللي مخفي إلا الإمام المهدي بإذن الله بإذن واحد أحد يعني اللي بيحلم وبيهلوسه خليهم يهلوسه. نعم. فأشكال وألوان وسبحان الله لكن اللي بنحذر منه هنا بقى حتة ان يجي حد يقنع واحد يقول له ده تحت بيتك زي اللي برضو والله أعلم يعني ربنا يهدي ممكن يكون عامر المكان أو جن في المكان أو في أثر فعلا وأوهموا ان التابوت السكينة هنا. نعم. ولبسه وقعد جوه دماغه وخلاص عمال يوري له صور وافلام وبقى ايه مافيا تشتغل على الوهم ده. نعم. تمام. طيب في انواع حضرتك من الارصاد تطلع لهيئه نار وفي مكر بقى يعملوا ناس يعوذوا يخدعوا حد ويقولوا له تعالى ده في كنز هنا ونحفر ونعمل وبص الجن ايه وطبعا ينهب منه على قد ما ينهب وكله كذب ودجل. نعم. في مواد حضرتك كيميائية ممكن يبقى حطتها في المكان لو حط عليها مية تولع. نعم. فقال له بص الجن نار. وادي النار اهي وانا كده خلاص بخلص لك عليها وكده بقى ايه نحفر ونشتغل. نعم. وساعة الجد بعد لما ياخد اللي ياخده يطير. تمام. طيب الحائك الطويل بقى معه هذه الشفرات كلها؟ معه جزء يعني هو سيدنا الامام ليه حاجات ما فوق الحائك بقى قدرته لكن الحائك الطويل حسب ما اقدر افهمه من النص حتى تظهر له المعادن دي انه قادر يتعامل مع الارصاد دي. نعم. يعني اللي يجي يقول لك ايه برضه من الاكاذيب الدجاليات يقول لك ده في انا عايز منك 50,000 جنيه عشان في بخور لازم اجيبه الطقش المغربي. نعم. يا عم انت الطقش المغربي هو الكنوز دي كانت مصريه ولا كانت من المغرب مع احترامنا وحبنا لاهل المغرب طبعا. نعم. يعني دي من الحاجات اللي تذهل يقول لك جبنا شيخ من نيجيريا. يا سلام ده على اساس بقى العلم المصري القديم والفرعوني ده نيجيري او ده مغربي أو يعني احيان فيها هلوسات وفي دجاليات واكاذيب مكشوفه بنحذر منها لان اللصوص والنصابين يعني انا شايف برضو ان الدخل القومي في مصر دلوقتي يمكن رقم واحد من النصب والدجل والكذب على الناس يعني. صحيح. فالحائك لا قادر على ده غير ان هو معاه شفرات يعني عفوا قبل ما انسى ممكن لبان ذكر وتعملهم كده تفكر الرصد. بس هو عارف بقى ايه النسبه ايه وفين وامتى وازاي. بالظبط. هو عارف امتى وازاي وممكن إيه؟ وحتى لو الرصد ده خرج له حب يخوفه لا الصفات ده سر الصعلاقة. الصعلوك ما بيخافش من الحاجات دي. لا الصعلوك حضرتك لو شاف جن جاي يخوفه هو اللي هيجري وراه. نعم. يعني انت عارف السليك بن سلك ده كان يقول لك في العدو ما تقولش مصطفى عبده. نعم. يعني لو الاهلي خدوا حضرتك الطلعه بجول. نعم. كان صحيح يقول لك يسبق الخيل هو كان بيتمرن على كده على كده. ويسبق الخيل يعني حاول انت تتصور. نعم. صعلوك يسابق الخيل واجري يا فارس قدامي. ولو جرى حصلني بالخيل بتاعتك. نعم. ده حقيقي فالحائك واخد ده
يطلع له جن، يطلع له عفريت، يطلع له قرد، لا ده يسلسله. نعم ده حقيقي. فشوف كلام سيدنا الإمام علي راقي، والعبارة بميزان الذهب، زي سيدنا النبي، ما هو متعلم من مين يا ناس؟ كل الأصحاب حضرتك يعني قالها عمر بن الخطاب: لا أبقاني الله بأرض لست بها أبا الحسن. نعم. وحصلت وحصلت. نعم. واخد حضرتك. طيب ندرك بقى إن الحائك لا، مميز في الشخصية، مميز في العلم، مميز في الموهبة، ثم معاه دلائل بيعرف يشتغل بيها. يعني عارف أنت في عالم اسمه بيير مونتي فرنسي، نعم، غير الوير اللي اتكلمنا عنه. بيير مونتي ده اشتغل في صنع الحجر فترة، طبعا لقى معابد محطمة، والدكتور جاب الله نفسه كان بيقول لي كنوز هائلة، وطبعا الشرقية بلدنا. نعم. فقلبه أو معاه دليل، غالبا أنا برجح معاه دليل. كان قام الحملة الفرنسية وعرف يفك حاجات واشتغل عليه، فكان مهما يحس بالإحباط قوة تستنفره في نفسه أنه لا أكمل، إلى أن جاء كده عند مسطح بلاطات ويدوب لقى شق يعني كأن شعرة. نعم. فقال للعمال اشتغلوا هنا، قعدوا يشتغلوا لغاية لما أزاحوا من الحجارة الجرانيت دي حتة، فلقيوا زي سلم مهبط. ده كان حال 1929 أو 27 أو هي 29، وبلغوا القصر الملكي، كان الملك فاروق، الملك فؤاد، الملك فاروق 39 تمام، الملك فاروق، كان الملك فاروق. ف المهم وصلت الحاجة، لا لسه لسه، لغاية لما ايه وصل في النهاية لردها طويلة، وبدأ يفتح فلقى مقبرة كنوزها الذهبية أعظم من كنوز توت عنخ آمون. تعرف القناع الذهبي بتاع توت عنخ آمون لوحده 11 كيلو ونص ذهب. نعم. 11 ونص كيلو جرام ذهب إبريز. الذهب الفرعوني في دراساتنا غير اللي انت شايفه ده كله. نعم. يعني من العجائب هو البندقي، لا مش حكايه، هقول لك حاجه تاكد لك ان ده ذهب في راس النصب كمان. ده في ناس عملوا مره ذهب تقليد وعملوه على اسمها ايه دي اسطمبه، نعم، واتضحك على ناس فيها. يعني شوف الدراسه دي ممتعه جدا، بتشوف فيها بتشوف فيها العالم بتشوف فيها ضمائر الناس. لو دست على الذهب الفرعوني يعني عملت ضغطه كده ينزل معاك. يعني ياخد بصمتك شيل ايديك يروح طالع تاني. انهي ذهب في العالم كده؟ ده قصه. اي ذهب في العالم؟ ذهب زي باقي. المفاجاه بقى لقى كم من تماثيل الذهب هائله، ولكن وجد التابوت خبر حضرتك وبلغوا القصر الملكي، فالملك قال لا ما تفتحش، ما تعملش حاجه غير لما اجي احضر. فلما فتحوه حضرتك الصدمة بتاعتهم ان لقيوا المومياء شبه متحللة. العلماء طبعا بفصل، كان الاستاذ الدكتور جبال نفسه يقول لي يا محمد اصبص الدلتا يعني الرطوبة والمية بتبوظ الدنيا. قلت له يا دكتور لا، المية بتحفظ، الى ان في اثار اسكندرية اعترف لي. نعم. ورحم كما بقول لك ايه، تعالى اقعد معك شوية، ده انا لقيت اثار في المية، فكرت اعمل متحف في الميه. وخبر حضرتك يا اخي اساتذه عمالقه، بسجد لله كان بيحبوني حب يعني كنت احسد عليه من البعض. الحمد لله. فالمهم وجدوا ان المومياء عليها قناع زي توت عنخ امون بس من الفضه. فاستعجبوا يعني، والملك نفسه استعجب يعني ايه ده. فبدأ يتناقش مع العلماء يعني ايه المشكلة. طب ومين ده؟ ما انا هقول لك بقى المفاجأة، هقول لك مين ده. طيب والاول برضه هو عرفوه ازاي؟ شوف شوف يا اخي الليل. لما تمسك جاردنر، شوف هنا الخرطوش ده، ده خرطوش الاسم بيبقى هنا جواه، ده اسمه الخرطوش الملكي. نعم. هنا اعرف ان ده ملك اذا لقيت الخرطوش كده.
مش اسامي صب اخبر حضرتك اثار لو ما درسش جاردنر يبقى ما درسش تمام يبقى محتاج يتعلم من جديد. فوجد الخراطيش الملكيه على المدخل فعرف ان هنا ملك. فلما جه الملك وفتحه القناع حضرتك لما شالوه بداوا بقى يفك الاسامي يوقل فرعون بسوسونيس اسمه جميل بسوسونيس تمام الاول جميل بسوسونيس الاول ده ثالث ملوك الاسره 21. الاسره 21 دي بقى ايه عاصرت مين؟ سليمان وداود عليهما السلام. تمام. واللي هو قيل ان سيدنا سليمان تزوج بنت الفرعون ده. هو مش شنقه بقى؟ لا شنقه مالوش دعوه هنا. هو قالوا تتزوج بنت شنقه؟ لا, لا 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 انا قلتها حضرتك لو رجعت البرنامج معاك انا قلت بسوسونيس. تمام. راجع هتلاقيني بالمسطره ماليش دعوه باللي بي باللي هم دارسين في بيتهم دي بقى يطلعوا الفراعنه الرسول الفراعنه مش عارف الفراعنه مش عارف ايه ولو يلبسوا لك ما شاء الله عليهم يعني. اه يا مصر والله العظيم لازم تنضف لازم تنضف. نعم. ده لو ارادت البلد السلامه يعني. ف الراجل ده حضرتك الامور كلها قالت لا ان هو يعني الرطوبه وكلام ده لا الفتره دي لها علاقه بالكتاب اللي انا عملته والتعرض المستويات السياسية لغاية الرئيس مبارك اللي بدأ فيه القرار القنبلة كان التحنيط اسمه الكرتوناج. ولما اتكلمت فيه مع الدكتور عبد الحليم نور الدين بقى لما اشرف على رسالتي وقدمت له الأدلة الآثرية يعني الراجل كان طاير بي يعني. نعم. طاير بي يعني كان يقول لي بص انا مش اي حد بدي له اسمي يتحط على الرسالة. نعم. ففعلا يعني كان عالم جاله حالة ذهول من الأمور. الكارتوناج كانت مصر عدت مرحلة الانهيار اللي هي بعد فترة الرعامسة. تمام. دخلت في انهيار لدرجة ان بسوسنس ده اقدر اقول لك ان هو كان حاكم الاقليم الشمالي. مصر اتقسمت زي ملكين. واحد في الجنوب. واحد في الشمال. واحد في الشمال. تمام. حضرتك. فالفترة دي الكرتوناج اتحلل لانه يعني تقدر تقول تحنيط درجة 10. تحنيط درجة 10. تمام. وشرحته في القنبلة شرح علمي وطبعا بالاستناد لاستاذي العلامة عبد الحليم نور الدين. قبل ما ننهي الحديث عن الحلقة طويل انا حابب ان حضرتك تدينا خلفية عن نوعية الكنوز اللي ممكن يستخدمها من ناحية التميز يعني. طيب في حاجة بس عايز اقولها سريعا عشان الناس اللي بتنت برضو اللي عارف. الرسالة دي هي طبعا لها بقية. نعم. لها بقية. مش عايز اقول يعني كفاية عشان مش عايز ابين اللغات والتراجم وكلام من ده. دي استلمتها من حد حبيبي من قيادات مصر الكبير وفي موقعه الحساس. نعم. من فترة وما زال يعني. فبدون ذكر اسماء دي حضرتك واحد بره اجنبي في دوله اجنبيه مش مهم نقول ايه. نعم. اشترى تمثال تعرف بره يعني بيع الاثار عادي يعني. صحيح. مش مجرم. فاخد التمثال بيته تمثال فرعوني. نعم. من بعد ما دخل بيته والراجل عماله كوارث في كوارث في كوابيس بيتضرب وهو نايم ويصحى يلاقي اثر الضرب دخل في كذا حاجه يخسر عامل مثلا تجاره ما تخسر فراح بيه على السفاره المصريه. نعم. الكلام ده دي وثائق رسميه على فكره رسميه دي تمام في رسميه برضه مضروبين على قفاهم. ف حلوه رسميه يهوديه. على كل حال الراجل قال لهم يعني متشكرين
خدوا الراجل بتاعكم المصري بتاعكم لانه بصراحه بهدلني. نعم. والله على ما كل شيء والكام كده السفاره المصريه لحد بعتها هنا للخارجيه والخارجيه بعتت للاجهزه تمام كلها السياديه والرئاسه حضرتك فادوني الوثيقه اللي بتاكد ان في لعنه مش ما فيش. نعم. بس حبينا يعني ايه نحسم المساله دي عمليا وعلميا. تمام ربنا يبارك لك. بالنسبه بقى للاثار وانواعها لا ده حدث ولا حرج. يعني ابسط حاجه حضرتك من الحاجات اللي هيحلها واللي المصري حتى علماء كبار مش واخدين بالهم منها المسله المصريه. المسلات المصريه عجب بالعجب. نعم. انت عارف ان عدد المسلات بره اكتر من عدد المسلات اللي جوه. تمام. محمد علي باشا هادى ناس كتير. نعم. ولو ان كان بتطلع روحهم يعني وكان يقلدوا بعض. يعني فرنسا لما خدت انجلترا بعد تشمعنا فرنسا احنا عايزين واحدة خاصة ليها يعني يصمموا لها. نعم. ولما يجوا ينقلوها بالمية واربعين عامل بالمئتين راجل بالخمسمية بالستمية ويوفروا لها اطنان من الرمال الناعمة عشان يعرفوا ايه ياخدوها بالراحة ويشدوها برغم كده كانت تتكسر من يعني المسلة اللي في تركيا احلينا مسلة في تركيا عند اردوغان ما بنطلبش بيها ليه حقنا ولا مش حقنا طبعا حقنا. طب انت تعرف المسلة بتاع تركيا دي ان اصلها الحقيقي 30 متر على ما وصلت تركيا بقت 19 كسر منها حاجات يعني في كلام راح في كلام طبعا طيب في مسلات حضرتك اعرف اقرأ اللي عليها وذلك متعة لما الواحد كده يكون درس جاردنر كله طب ايه اهم ثلاث كنوز هينفرد بيهم الحاجة الطويلة هيبقوا مفاجئين مفاجأة طبعا يعني الاهرامات رقم واحد طبعا كنوز الاهرامات طبعا بس الاهرامات ولا ابو الهول تفرق هنا والله بص ابو الهول بالاهرامات بالمسطح وخد كمان لغاية دهشور الله شاء الله ان اغلب مش اغلب يعني قطاع من جنودنا وضباطنا كلهم بيتمرنوا في منطقه دهشور هم مستحفظين على هذا برغم نعم برغم ان هم لا يعلمون واذا علموا لن يستطيعوا التعامل هو كده تمام واللي يتكشف انا قلت هيبقى نقطه من بحر محيط في مصر طيب وايه غير الاهرامات ودهشور في بقى كنوز المسلات اللي لغايه دلوقتي الناس مش عارفه ان المسله رمز بيشير غير وحدانيه الله سبحانه وتعالى نعم ودي انتبه ليها وحدانيه الله سبحانه وتعالى وبقصد حضرتك حتى البنبن اللي هو الهريم اللي فوقيها تم نسميه نعم. بنبن خبر حضرتك سيبك بقى اللي يقول لك ده شبه شعاع الشمس وشبه مش لا بيقول لك نصر الشيطان رمز التوحيد نصر الشيطان ده قاعد في دماغ اللي بيقول كده ده قاعد وبايض الدجال هو اللي رسم لهم المسله يا عمي الدجال عليه اللعنه ملعون حرامي ما هو دجال وحرام اكبر حرامي في الوجود لا هم خلاص هم عبدوه باللاوعي براحتهم بقى حرين يعني حضرتك والله علمتهم علمت الأمة كلها مين الدجال وصفاته وقذراته ونجساته وغباءه وجهله ولصوصيته لا والغريب كله اتكلم بعد العبد لله وبعد كده قلة أدبه وسفالة وانحطاط أمة يعني بص أغرب الأمة دي والله العظيم لازم يتكشف على قواها العقلية يعني ضايع وفي بص غير المغضوب عليهم ولا الضالين الأمة الإسلامية أو الأمة من الأمم متهمة بالضلال والغضب كابتن ساكن كلمنا عن ما يسمى ببركة الدم في اسكندرية اسكندرية دي فهل هذه البركة من كنوز الحائق أم كنوز هي الإمام؟ مش بركة دم هي بركة زئبقية نعم إنما لون الدم نعم لون زئبق أحمر الدم. بس ما حدش يعرفها فين تمام حدش يعرفها ولا حد يعرفها الا في عهد صاحب مصر ولا الحائك ما انا بقول لك الا في عهد صاحب مصر ما الحائك هيشتغل مع صاحب مصر ويمتد الامام المهدي تمام يعني اراه واحسبه والله اعلم يعني لا تأليا على الله طويل العمر هيقعد هيقعد ومهما يشوف من كوارث وعجائب هو طويل العمر قاعد نعم. في مهمه مكلف بيها هذه البركه هي زئبق احمر على فكره هي في علامة أشبه بالمسلة قربها المسلات رموز بتتبعها كنوز خارج الخيال
تمام. وسبحان من جعل ان مسلات كتيره تخرج تسيب اماكنها خبر حضرتك، حتى ان في اماكن انطمست وفي اماكن معروفه بس مش عارفوا يتعاملوا. في جمله اخيره، ما هو دور الحائق الطويل وما هو المنتظر منه؟ هو مع صاحب مصر هيغير الامور الماديه تماما، اقتصاد مصر هيبقى اعلى اقتصاد في العالم، وهيقدموا لحضره سيدنا الامام المهدي سلام الله عليه امانات استحفظوا عليها علشان يعني يحثوا المال حثيا ولا يعده عدا، وهيبقى المال ذهب، خد اغرف. نعم. تعرف الراجل الحديث سيدنا النبي اتكلم ان هو من طمعه هياخد بعد لما يخرج، يقول طب انا اعمل ايه بكل ده؟ يرجع تاني يقول لسيدنا طب أرى؟ قال له لا مدام لما بندي ما بنرجعش. نعم. على فكره الصفه دي في العبد لله، بس مش معناه انها سيدنا المهدي. لا ما ممكن يطلع الحلاليف دول. فبضحك يعني ان من عاداتي من وانا صغير لما بعت حد ما باخدش حاجه، ما برجعش فيها يعني الحمد لله. فهي سمات آل البيت متوارثه ومتواتره ومعروفين بالفروسيه والرجوله والجدعنه والعلم الخاص طبعا اللي هو ربنا سبحانه وتعالى استحفظهم عليه. فهو قصة كبيرة جدا، يعني إذا كنت حضرتك بتتكلم عن معالم الإسكندرية، الإسكندرية فيها كنوز خارج خيال أهل إسكندرية ومحدش هيقدر عليها. نعم. واللي هيقرب هيضرب علقة، يا إما بالموت يا إما يبقى فرجة يعني الناس تتفرج عليه، يعني في حرس ملائك الأشياء. نعم. في شيء ثالث هتكلم عليه اللي هو خارج بقى الاهرامات والمسلات وكنوز اسكندريه، انا بلحقها بالكنوز العاديه. اين ذهب جيش قمبيز؟ اين ذهب جيش قمبيز؟ وايه علاقه ذهابه بالمعبد بتاع سيوة واللي هو كان نفسه يروح يدمره؟ اخبر حضرتك. اذا الامر مع الحائك. الامر مع الحائك. ما فيش كلام. نعم. والجيش ده يعني الدكتور فاروق القاضي استاذنا العلامه اساتذتنا دول الجبابره في العلم، يا هنيالك يا مصر لو الشعب اتجه للعلماء، لو الشعب اراد العلم كل واحد يروح كليه متخصصه. نعم. بتاع الهندسه يروح في كليه الهندسه، بتاع الطب عندنا طب قصر العين، عندنا جامعه القاهره بكلياتها وفيها الاثار وفيها غيرها، مش شويه مهلوسين يطلعوا يعلموا الناس. صحيح. حضرتك فالدكتور فاروق بيقول الوثائق بتقول كانوا 50,000 جندي باسلحته باموال بذهب. نعم. كمان جايين بيه على اساس ان مصر كانت مستعمره قبل كده. نعم. فاين ذهبوا؟ في الصحراء الغربيه. نعم. وحضرتك فحيفك الغاز كتير بإذن الله. اللهم عجل برجال بالحائق الطويل وبرجال مصر. اللهم عجل برجال نجدة مصر ويا ربنا سبحانه وتعالى يعني يفيق على هذا الشعب من فضله ومن رحمته ومن بره. ولكن يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم عجل. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله، فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها. إذا راح الميم بسر التعليم ارتجت الكنانة لخطب عظيم. عشان نعرف من هو الميم صاحب سر التعليم ان شاء الله في الحلقه الجايه هنفتح هذا الملف ونفتح ملف هذه الشخصيه وندور حول فلك دائره حرف الميم وعلاقتها برجال مصر في اخر الزمان. نشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.